في البداية أنا مبسوط جدا إن أنا لأول مرة موجود مع زهرة الخليج، وموجود بحدث مهم بالنسبة لي، وهو إطلاق أغنية اختراع لتامر حسني ومحمود العسيلي، وتصدرها عربيا والمركز حاليا في اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي الوقت ده 23 عالميا. فده حدث بالنسبة لي مهم جدا، فمبسوط إن أنا معاكم، يا رب أكون ضيف خفيف عليكم. كواليس أغنية اختراع مختلفة على الأقل بالنسبة لي، إن هي أسرع أغنية اتاخدت في حياتي. يعني الأغنية أولا رقم واحد هي مكتوبة لتامر، يعني أنا كنت قاعد وكان قررت إن أنا لازم أخش ألبوم تامر السنة دي وعايز أعمل أغنية لتامر، فقعدت أفكر إيه الجديد اللي هقدمه مع تامر، إيه الجديد اللي تامر يقدمه. فربنا ألهمني بكلمة، طب هو ده هي دي اختراع، يعني قلت الله كلمة جديدة اختراع، يعني نكلم حبيبته بلا اختراع. فأنا دايما متعود حتى من حبيتك بالتلاتة والكلام ده، إن أنا بقول الحب بشكل جديد دايما مختلف. من هنا بدأت الأغنية، طب هي دي اختراع، قلبي غير مساره. وقعدت بقى أغير في الألفاظ وأكتب لحد ما وصلت للموضوع الأخير الحمد لله. مكنتش عارف أوصل لتامر إزاي، لأن تامر بيغير أرقامه كتير، فعرفت إن صديقتي وأنا سامحها معاها رقمه في الوقت ده، فقلت لها بعت لها الأغنية، وهي مشكورة كانت السبب في إن تامر سمع الأغنية وبعتتها له. تامر لقيته قال ابعتوا لي المزيكا، خد المزيكا. نمت صحيت لقيت تامر بيكلمني على الموبايل بيقول لي مبروك الأغنية معايا، هتسميها إيه؟ قلت له عندي اسمين، حبة حبة واختراع. قال لي هي اختراع. ف كانت أسرع حاجة، وأعتقد إن تامر ذكي جدا إن هو ما بيسيبش حاجة، يعني لما يلاقي حاجة جامدة ما بيسيبهاش، مش من نوع المطربين اللي يقعد يقولك طب سيب لي شوية، طب استنى، طب اسمع. طب في ناس بيعملوا كده كتير وبتروح منهم اغاني حلوة كتير، هو ما عندوش الحتة دي، هو ذكي جدا. عدى فترة ولقيت تامر بيكلمني بيقول لي عايزين نزود كوبليه. ليه يا تامر؟ عامل لك مفاجأة، لسه كل ده ما ظهرش العسيلي ولا ظهر اي حاجة. طب اللي قعدت نكتب طبعا ونغير ونختار ونزود، ولا نزود ده لا نعمل ده، قعدنا حوالي شهر شهر وي بنشتغل في كلام الاغنيه بس، طبعا غير التوزيع بشتغل فيه كتير المزيكا طبعا. وزودت الكوبليه وزودت البتاع، وبعدين رحت الاستوديو اسمع، سمعت تامر والعسيلي مفاجاه على الاغنيه بالكلام الجديد. كانت مفاجأة جامدة جدا، حسيت إن الأغنية اختلفت، والأغنية حسيت قد إيه تامر ذكي جدا، يعني في اختيار الصوت ده مع الأغنية دي عشان الروح تطلع بالشكل ده والاتنين الكيمياء مع بعض عاملة كده، يعني أعتقد ذكاء جامد جدا من تامر. طبعا تامر وصل روح الأغنية طبعا، يعني تامر روح الأغنية هي روح الشقاوة، الحب الشقي. هو تامر طبعا ذكي جدا جدا جدا، قدر يعمل كليب اخراجه بفكرته ازاي يطلع ان اتنين بيتجوزوا، ومن كلام الاغنية ان انا خلاص خدت درس مية مية وهبطل الكلام ده، حالة جواز وان هما هيبطلوا، وازاي الشقاوة تبقى موجودة، وازاي فرح اتنين. لا فكرة مهمة جدا. ألبوم خليك فولاذي للأسف هي الأغنية دي الوحيدة، هي مش للأسف طبعا، هي بالنسبة لي مهم جدا ان انا ابقى هيد الالبوم، يعني ان انا ابقى كليب الالبوم وهيد الالبوم، ده بالنسبه لي شيء مهم جدا. وكمان نازل قبل الالبوم، فالاغنيه اتسمعت كويس، وفي اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي داخله على 6 مليون الحمد لله. طبعا على ما الفيديو ينزل ممكن يكون وصلت 7 ولا حاجه، فمبسوط جدا بالموضوع ده، وبشكر تامر على مجهوده اللي بيخلي الاغنيه تنجح. يعني في مطرب بياخد الأغنية ويغنيها وخلاص، وفي مطرب بيشتغل على الأغنية قبل ما تنزل، ويشتغل عليها وقت ما تنزل، ويشتغل عليها بعد ما تنزل، فعشان كده هو تامر حسني. يعني أتمنى إن أنا أحافظ على أنا أتمنى إن أنا أحافظ على نفس النجاح مع نداء شرارة في الأغنية اللي جاية، عاملين أغنية مع بعض بس أغنية مختلفة، حب بشكل تاني، يعني عاملين يعني حب برضه بشكل تاني. أنا مهتم إن أنا أعمل للناس الأغاني اللي تخليهم يحبوا، أغاني تخليهم يفرحوا. الفترة دي إحنا عارفين إن الناس تعبانة نفسيا بسبب الكورونا والأزمات الاقتصادية والحاجات اللي حصلت، فحبيت إن أنا أضيف لهم حاجة. حتى في رمضان عملت لهم إعلان قادرين لحميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، بيتكلم عن إحنا قادرين وإن إحنا قادرين نتخطى أي صعب، فدي كانت بالنسبة لي برضو حاجة مهمة. فأعتقد أغنية نداء اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله
هي لون مختلف على عن حبيتك بالتلاتة، فأعتقد يعني إن شاء الله إن شاء الله تحقق نفس النجاح بإذن الله عشان نكمل مسيرة النجاح مع بعض أنا وهي. ساعات كده وساعات كده، يعني مثلا دلوقتي مثلا بعد اختراع جالي مثلا 10 تليفونات، ادي تالت يوم اهو، عايزين اغنية مقسوم زي اختراع، عايزين اغنية. ففي ناس في مطرب بيكون عارف قيمة الشاعر ده بيكتب ازاي وكده، فبيروح له يقول له انا عايز اغنية منك. وساعات زي ما عملت انا مع تامر، ببقى انا كاتب الاغنية لتامر ببعتها له، وساعات ببقى كاتب اغنية عادية مش حاطط في بالي حد، وبسمع مثلا ان تامر بيعمل البوم او ان شيرين بتعمل البوم فببعتها لها. فهي ملهاش قاعدة ثابتة، ليها ان احنا كل واحد بيدور على حلمه، ممكن يلاقي حلم عند رؤول او عند شاعر تاني، وانا ممكن الاقي حلمي عند مطرب او مطرب تاني. لا، اللي ما يعجبش حد يعجب حد تاني. يعني في اغاني، طب تعالى اقول لك حاجة، حبيتك بالتلاتة ما عجبتش 3 مطربات، 3 مطربات معروفين ما عجبتهمش. لما نزل كسرت الدنيا، قالوا لي عايزين نعمل حاجه زي حبيتك بالتلاته. هي في الاخر ذوق وذكاء، زي فنان زي ما قلت لك من شويه تامر حسني، لما لقى اختراع ما سابهاش. في مطرب تاني كان يسيبها او يقول لا صعب، او انا خاف اغني حاجه اسمها اختراع، او انا المطرب هو اللي بيبقى عايز ينجح او لا. انا عن نفسي واثق في كل كلماتي، واللي ما تعجبش هنا بتعجب حد تاني الحمد لله. يعني انا ما بتجاهلش اي حاجه من الكلمات بتاعتي خالص. عندي نداء شرارة، عندي هايدي موسى لسه نازلة أغنية عيشها، عندي رنا سماحة 3 أغاني في الألبوم بتاعها اللي هينزل كمان أيام، واحدة من كلمات إيه وألحان فخراني وتوزيع حازم السعيد، وواحدة محمد الصاوي وتوزيع أحمد عبد السلام، دول نازلين إن شاء الله خلال أيام. وعندي مع رنا كمان أغنية أوبا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز ان شاء الله. دي كلماتي ولحن سامر ابو طالب، لا سوري، كلماتي ولحن زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم. عندي كذا حاجه، عندي محمد منير، عندي في كذا حاجه، بس انا مش فاكرهم للاسف. فان شاء الله بس الفتره الجايه صيف، كله صيف وكله حاجات فرحه وكله حاجات حب، وان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجات مهمه جدا. انا كنت بلعب في نادي في السعودية، وكنت مطول شعري زيه، وكنت لابس رقم 7، فكانوا مسميني رؤول. فلما نزلت مصر اطلقوا عليا رؤول، وفضل اسم مكمل رؤول على طول. ولما جيت اكتب اغاني قلت احمد حسن، ما لقيت ان في كتير قوي اسمهم احمد حسن، كتير يعني ملايين اسمهم. فلو قلت لحد ده احمد حسن مش محدش هيصدق، لكن لما اقول راؤول، هو في راؤول واحد بس دلوقتي عربي، يعني قلنا في واحد اسباني، هو في راؤول واحد بس عربي دلوقتي، فعشان كده اي اغنية لراؤول هتعرفوا ان هي انا.